ولسه مكملين مع حضراتكم في مهارات عظيمة. أهم حاجة طبعاً صحة الإنسان، أكيد إحنا عايزين نقوي مناعتنا. كل ما بنسمع عن إنه في فيروس جديد أو بنسمع إنه الولاد ما بياكلوش أكل صحي أو إحنا نفسنا ما بناكلش أكلات صحية، عايزين نحصن نفسنا أكيد بسبب ميكروب أو غيره. لكن حتى سوء التغذية ده له تأثير كمان في أكيد في المناعة بتاعتنا. في نفس الوقت إحنا عايزين نقوي المناعة بس كمان بطريقة مظبوطة، ونعمل ده ازاي؟ ده اللي لسه احنا عايزين نعرفه. في ناس لما بتقوي مناعتها بيبقى عندها مشاكل بتحسها قبل ما تعرف انها عندها ضعف مناعة، تحس ارهاق وتحس تعب في جسمها وتحس انه وشها شاحب وتحس بحاجات كتير جدا، يعني بتبقى بتسأل نفسها هو ايه السبب في كل ده. خلينا النهاردة نعرف ازاي نقوي مناعتنا بشكل صحي وبشكل صح من خلال ضيفتي اللي هتشرفني وتنورني النهارده، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. دندون منوروني يا روح قلبي، حياه قلبي. ازيك؟ بيجي لك اسئله وناس بتسال عليكي وانت مش موجوده معايا، فانا مش هعرف اقول حاجه غير ان انت منوراني بجد حبيبتي. واتفرجت على حلقتك، وطبعا ام اسلام، مدام ام اسلام الجميله يا حبيبتي، سمعت كلامها عليا وبشكرها جدا جدا لو هي بتتفرج علينا دلوقتي. المواضيع اللي بتتناوليها والاسئله اللي احنا كلنا بنمر بيها في حياتنا اكيد كلنا بتفيدنا. انا نفسي لما بقعد معاكي انا بستفيد بحاجات كتير ما ببقاش عارفه ان ده السبب، فانا ببقى سعيده بوجودي معاكي. وعارفه يا عظيمه، وانا بقعد اقرا كتير كمان عشان افيد نفسي، يعني طبعاً. العلم والطب والعلم والحاجات كل شويه في ابديتنج، فعشان اعرف افيد نفسي واعرف افيد الناس اللي بتحبني وبتثق فيا وبتتفرج علينا بجد. انا طبعا بشكرك حبيبي، وعايزينك تقول لنا بجد ايه هي الاسباب اللي بتضعف المناعه. يعني انا اعرف من دلوقتي عندي ضعف في مناعتي. اسباب كتيره جدا، اسباب كتيره جدا بتضعف في المناعه. اولا المناعه، ان احنا نقوي مناعتنا ده امر اتس ماست، ده لازم نقوي مناعتنا، مش حاجه ترفيهيه اطلاقا. كل شويه فيروس بينزل كل شويه، وبيبقى فيه بكتيريال انفكشنز، فايرال انفكشنز، كانسر سيلز، حاجات كتير. لو ضعف المناعه حصل بيحصل مشكله. اوكي. من وطبعا المناعه هي الخط الدفاع الاول، انت لازم طول الوقت انت جسمك المناعه هو الجيش بتاعك. أوكي. لمحاربه كل الفيرال والبكتيريال انفكشن. ايه اسباب نقص المناعه؟ حاجات كتيره جدا ممكن نكون بنعملها في يومنا بتؤدي الى نقص المناعه واحنا مش عارفين. قولي لنا بقى. اولا زي ما قلتي سوء التغذيه ده بيعمل ضعف في المناعه. معقوله لما اكل اعمل ضعف في المناعه؟ لما ناكل كميه سكريات في اليوم من غير ما نعمل موازنه لنسبه السكر طبيعي ان يحصل ضعف في المناعه. طول ما انت بتعلي نسبه السكر في الدم طبعا بيبقى في مخاطر انك انت بتخشي في مرض السكر، ومخاطر انك انت بتهديلي المناعه بتاعت جسمك. السكر الزياده بيعللي التهابات في الجسم، بالتالي المناعه عندي بتقع. كثره طول الوقت من الصبح بالليل باخد اربع خمس اقراص مثلا مسكنات. وقلت قبل كده المسكنات بتتاخد للضروره زي ما الطبيب المختص بيكتب في روشته بتاعته، المسكنات للضروره. صحيح. ما ينفعش الاكثار في المضادات الحيويه بدون لازمه وبدون داعي. اول ما احس بشويه مش عارفه ايه اقول ايه، انا هجيب مضاد حيوي بقى عشان ابقى كويسه. مضادات حيويه مهمه جدا، بس وقت استشاره الدكتور. صحيح. لكن اخدها بدون داعي ده بيهدلني، وخصوصا بعد ما تعرضنا للفيروس ده ما بقيناش نقدر ناخده الا لما بقينا نستشير الدكتور. هو لازم يحصل حاجه عشان نخلي بالنا، يعني مش بالضروره اكيد. هو الحاجات دي كلها ما بتبقاش كده زي البونبون، زي ما انا قلت قبل كده الحاجات دي بتبقى بالمونيتور وبالتوازن. أوكي. قلة النوم، يعني ان انا افضل صاحية قدام التلفزيون لاربعة خمسة الصبح وابتدي انام واصحى العصر، ده بيهدلي المناعة. لان المناعة الوايت بلاد سيلز، كرات الدم البيضاء، بتتحفز وانت نايمة. أوكي. بالليل ديتوكسيفيكيشن في الجسم. بلس نقص الفيتامينات بقى، دي الكارثة. ان انا يبقى عندي نقص في الفيتامينز وانا مش عارفة، وما باخدش سبلمنتس او ما باخدش مكمل غذائي في الفيتامينات المهمه للمناعه، زي فيتامين سي مهم جدا للمناعه جدا، زي الزنك. وكلنا عارفين الزنك، حتى وقت الكوفيد 19 وزاره الصحه قالت لك نمشي على طول على فيتامين سي وزنك. صحيح مظبوط، لان دول الاثنين اللي بيقولوا المناعه مع النحاس. فلازم ان انا اعرف اكل اكل صحي، نقلل السكريات، وناخد مكملات غذائيه مرخصه
وانا بدعم جدا جدا الف مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، لانه رائع ومش بس للمناعه، رائع كمان. طبعا لازم نحفظ شكل العلبه، اكيد ناس كتير خلاص عرفوا العلبه. لان احنا موجودين اولا الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، وده يدي امان لكل الناس، ستات رجاله بتتفرج علينا، انها تاخد تابلتس او اقراص مرخصه. تمام، دي اول حاجه. طبعا تاني حاجه عندنا سلسله صيدلات كبيره موجودة في كل فروع محافظات مصر، فروعها موجودة في كل محافظات مصر، موجودين في سلسلة الصيدليات. بلس اللي مش قادر ينزل يدور عليه في الصيدلية، عندنا أرقام ظهر على الشاشة، الناس اشتكت إن الأرقام 24 ساعة مشغولة، حطينا رقمين إضافيين على الأرقام القديمة عشان نقدر نوصل لكل الناس. شكرا ليهم بجد الاهتمام، يعني طالما أنتوا استجبتوا وعرفتوا على طول فين على طول المشاكل. على طول وبنوصل لكل محافظات مصر، وأكيد السعر رائع جدا مناسب لكل فئات المجتمع المصري بلا استثناء، واكيد السعر موحد بين لو اونلاين او صيدليه، ده فور شور. لا ما تقلقيش، السعر اتقال امبارح على بجد فكل الناس عرفت خلاص، كل الناس عرفت. مصر كلها عرفت السعر رائع طبعا. عندي 30 قرص. كلمينا عنهم بقى بليز، لان في ناس الكونسبت بتاعها انه ايه الفيتامين ده حاجه كده ترفيهيه. لا هو ما بقاش ترفيهي، عمره ما كان الفيتامينز ترفيه، لا هو عمره ما كان ترفيه ومش علاج، يعني هو لا هو ترفيه ولا احنا بناخده عشان نعالج بيه حاجه. لا لا ده لا ده كونسبت غلط جدا ان انا اخده عشان اعالج بيه حاجه. هو طبعا احنا كنا شايفين على الشاشه مميزات الب مالتي فيت. ليه انا بدعم الب مالتي فيت؟ لانه الاعلى في تركيز الزنك، الزنك مهم جدا. الب مالتي فيت الاعلى في تركيز الزنك. عندي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، صعب تلاقي ده في مكملات غذائيه طبعا. انا عارفاه، فاهمه قصدي. طبعا عندي كالسيوم اهي طبعا على الشاشه راجع تاني اهو، الاعلى في تركيز الزنك اولموست 24 ملي جرام. مناعه طاقه ذكوره، لان بيدعم الخصوبه عند الرجل وليس علاج زي ما قلنا. هنقول الفرق بين الدواء والفيتامين اكيد. وبيدعم جدا البشره والشعر زي البيوتين اللي بيدعم الشعر والبشره كمان. يقوي المناعه ليه؟ عشان في فيتامين سي وفي زنك، الاثنين مقويين جدا للمناعه. غني بمجموعه فيتامين ب الكامله، وعندي الفوليك اسيد لزياده الطاقه وتحسين التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي مهم جدا. سرعه الايض وسرعه الحرق عندي مهم للطاقات الخفيه والطاقات اللي مش خفيه. يعمل كمضاد اكسده. مضاد اكسده دي حاجه مهمه جدا جدا، ان انا اخد انتي اوكسيدنت. جسمي بيتاكسد طبيعي من السن، من عوامل خارجيه، من الشمس، من الاكل، الزيوت الغير صحيه والسجاير، لو حد بيدخن، كل الحاجات دي احنا بنعرض جسمنا للاكسده، فهو واقي للاكسده. يحتوي على مزيج من الزنك والنحاس. طب هل ينفع اخد مكمل غذائي زنك على المدى الطويل بتركيز عالي وما بقاش فيه نحاس؟ لا، لان ده بيسموه الفيتامينات او المعادن اللي بتشغل بعضها. فزنك ونحاس، النحاس مهم جدا كعنصر مهم معاه ومهم بشكل عام. النحاس انتي ايجنج، مضاد للشيخوخه. الله، حلو ده، فرائع. بس ما كناش فعلا بنتكلم عنه خالص يا دندون. انتي لفتي نظرنا للموضوع ده. النحاس مهم قوي. احنا ناخد طب استاذ علي ونكمل. تاني معانا استاذ علي، اهلا وسهلا استاذ علي. طب حاول تكلمنا مره تانية يا فندم. نستكمل معاك يا النحاس، وقفنا عند النحاس. النحاس مهم قوي للمناعه، حتى النحاس مهم للشعر. يمكن بتلاقي بنات في العشرينات وشباب بيبتدي شعرهم يشيخ او يحصل شيب للشعر، بيبقى نشيب مبكر. نقص صحيح، النحاس. فالنحاس مهم قوي قوي قوي. وزي ما انا قلت الب مالتي فيت هو ليه مميزات قويه جدا. ولمسنا الفيدباك من الاشخاص اللي اشتريته وجربته، وفي ناس طلعت معانا شكرت فيه على الشاشه. الحمد لله، رائع رائع. وبتلاقي نتيجه في الطاقه والمناعه. طبعا انت بتلاقي مناعه على طول، بس انا بقول النشاط، لان كتير ده اللي بنحسه، ده اللي احنا بنحسه بقى فعلا. النشاط من تاني قرص بتلاقي نفسك عندك نشاط. النشاط مهم قوي ان انا اعرف اديله في اليوم، سواء رجال سواء ستات، عاملات او ستات
عندها اولاد وعندها زوج صحيح بيبقى في حاله ارهاق عامه للجسم كده يديها بتبقى صعبه شويه. طبعا من ساعه ما بتصحى من النوم عندها مهام اليوم. ايوه طبعا لو ما عندهاش محتاجه باور، هي محتاجه حاجه تساعدها فعلا. قلب مالتي فيت بيدعم جدا الباور، بتلاقي الباور عندها عالي والحرق عندها عالي. طب احنا رجعنا استاذ علي معاك. استاذ علي اتفضل يا فندم. اهلا بيك عظيمه، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بيك. ازيك وبرحب بالضيفه دكتوره دينا. اهلا وسهلا يا استاذ علي. عايزكم بس تستحملين دقيقتين اتنين بس احكي القصه بتاعتي. اتفضلي يا فندم. بص حضرتك، انا عندي والدتي قاعده لوحدها، يعني عندها حوالي 65 سنه تقريبا. ربنا يديها الصحه والعافيه يا فندم. جت اتفرجت على التلفزيون وهي بتكلمني بتقول لي يا علي من 4 شهور كده انا عايزه، في دكتوره اسمها دينا ابو السعود بتتكلم عن منتج حلو قوي بتاع بيقوي وكده، يا ابني ما نجربه، وانا بجربت كتير وبعدين خصوصا ان هو سعره كويس وكده فنجربه مش هنخسر حاجه. تمام. قلت لها الكلام ده قبل رمضان حضرتك. كانت هي الاول بتشتكي ان هي دايما جسمها مكسر ما بتنامش كويس، وخصوصا لما بتقوم من النوم كمان جسمها مكسر ما بتقدرش تعمل هي لوحدها طبعا، وبتعمل كل حاجه شغل البيت لوحدها، هي قاعده لوحدها يعني. فجبت المنتج ده من حوالي 4 شهور. كلمت الحاجه بعد اول شهر قالت لي عادي اهدي المنتج ده تاني. قلت لها ايه يعني عمل لك ايه او كده؟ قالت لي بصراحه انا حسيت بفرق وبقيت عندي عافيه كده، بقيت اقوم وادخل المطبخ وابقى قايمه مش كسلانه والى اخره. عشان ما اطولش عليكم، انا جيت اتصلت بالكول سنتر النهارده عشان اطلب للمره الرابعه. قالت لي يا فندم انت في رابع مره تطلبها او تطلب المنتج مالتي فيت، ممكن حضرتك تقول لنا يعني عمل ايه او بتاخده ليه او كده؟ قلت لهم والله رحت احكي لهم القصه بتاع الحاجه وبتاع مالتي فيت. فقالوا لي ممكن حضرتك تطلع على الهواء وتقول الكلام ده؟ قلت لهم انا اطلع على الهواء ومفيش اي مشكله خالص. ليه؟ لان الواحد ما بيصدق يا فندم ان يلاقي حاجه كويسه، حاجه محترمه الواحد يشاور عليها ويقول اه الناس دي كويسه والناس دي محترمه والحاجه بتاعتهم كويسه. فانا دخلت يا استاذ علي والله على كلامك. اتفضل معايا. انا دخلت دلوقتي المداخله دي مخصوص عشان احنا دايما بنقول في حاجات وحشه كتير او بنقول بنشاور، لما تيجي حاجه كويسه ومحترمه وخصوصا حاجه زي كده مع امي او بتبقى حاجه انا كنت مبسوط قوي ان هي مبسوطه، ودي رابع مره اطلب. فكل الكول سنتر يقول لي ايه اللي حصل وايه الايفكت بتاعها، برضه دي حاجه محترمه من شركه محترمه ان هي تشوف الايفكت والتاثير وليه باخده الرابع مره. فبصراحه المنتج مالتي فيت انا بشاور عليه يا جماعه وبقول في حاجه محترمه وحاجه مصريه، والواحد فخور ان هو يلاقي حاجه مصريه بالايفكت ده والتاثير ده. وتحياتي ليكم، وانا اسف على الاطاله بس كنت لازم اقول كلمه حق في ال. بنشكر حضرتك استاذ علي بجد والله، انت يعني خليت ختامها مسك زي ما بيقولوا. هو عايزه فعلا يعني اشكره جزيلا على الشهاده بتاعته وشهادته على المنتج اكيد، وسلامي لمامته. وهو فعلا قلب مالتي فيت زي ما استاذ علي قال هو رائع، كلنا جربناه يعني، انا اوريدي بستخدمه، زوجي استخدمه، قد ايه مبسوط من النتيجه فعلا. انا حتى لاحظت مع زوجي النشاط، طول الوقت عنده طاقه ونشاط، ومش بس كده المود اتغير. المود بالك سوينز. موضوع النشاط ده بيقلب المود، بيخلي عنده حاله من القفل. ولقيته خس، برجع اقول ان قلب مالتي فيت ليس دواء تخسيس. بس لما النشاط بيعلى وبينزل وبيروح وبيجي كتير بيخلي المود حلو، بيخلي المود حلو، وبتلاقي انك بتخسي لوحدك، ولكن ليس دواء تخسيس، بس بتحس انه يعني النشاط بتاعك هو اللي بيخليكي تنزلي في الوزن. فدي ده حاجه. لا قلب مالتي فيت رائع ومرخص من هيئه سلامه الغذاء. ما هو ده هايل، وفي كل الفيتامينات اللي احنا لا مش هقول كلها عشان برضو معظمها عشان المهمه كفايه. بي كومبلكس ده اصلا بي كومبلكس انك تلاقيه في قرص واحد، لان صعب جدا بنلاقي مجموعه والباقي لازم ناخده انجكشن. طبعا لان انا محتاجه على طول فيتامين بي. فان انا اخد من ده، طب المكمل ده فيه كوبالامين؟ لا ده فيه النايسين والفوليك بس ما فيهوش كوبالامين. طب انا عايزه كوبالامين معايا، لان الكوبالامين هو اللي بيعزز او بينتج كرات دم حمراء. فانا محتاجه، خلي بالك الدم مهم جدا ان احنا نعرف نعزز دمنا. ليه الدم مهم؟ لان الدم هو وسيله المواصلات لكل حاجه في جسمي، وسيله مواصلات الهرمونات اللي بتطلع من الجلاندز لمستقبلاتها في الغدد لمستقبلاتها في الخلايا، وسيله مواصلات الفيتامينات اللي بناخدها سواء من الاكل مالتي فيت او من الاكل، وسيله مواصلات للفضلات اللي في الجسم، وسيله مواصلات كل حاجه. فلازم ادعم دمي. قلب مالتي فيت فيه الكوبالامين،
أوكي. فده حاجة حلوة قوي. وزي ما شفت برضو لما قلت لي الدكتور امبارح اتكلم قال لك قد ايه الب مالتي فيت مهم لمريض السكر مع الدواء بتاعه. هل انا دلوقتي يعني طبعا امراض المزمنه ما فيش تخوف ان هم ياخدوه يمشوا عليه اطلاقا، ما فيهوش اي حاجه يعني لا قدر الله تتعبهم او في اي حاجه ضاره ليهم او ليه اثار جانبيه اطلاقا؟ ملوش اي اثار جانبيه اطلاقا، ده فيتامينات ولا يتعارض مع اي دواء من اصحاب الامراض المزمنه، لان ده فيتامين ما فيهوش ماده فعاله تتعارض مع مادة الفعالة بتاعت الأدوية. طب إحنا بقى يعني ناس الحمد لله مش بنعاني من حاجة، لما أنا أخده على فترة على لونج ران قدام كتير لفترة على رحمة، إحنا نعرف إنه الفيتامينز حتى في الكونسيبت بتاع دكاترة الأطفال يقول لك إيه 3 شهور وتوقفي شهر وتكملي لازم توقفي. هل أنا لو استمريت عليه لفترة طويلة يبقى في مشكلة ولا لازم أوقف وبرضه أرجع؟ ألب مالتي فيت يا عظيمة تركيزاته ما بتخوفنيش خالص إنه يبقى ديلي روتين. أوكي. بلس إن هو ووتر سوليبل، يعني الأكسيد منه بينزل عن طريق البول ومش هيحصل اصلا اكسيد، لان انا عشان المناعه محتاجه فيتامين سي بنسبه 1000 ملي جرام، انا عندي 500. اوكي. كالسيوم مهم جدا، يقول لي طب الكالسيوم يا دكتوره دينا هيبقى ديلي روتين ازاي؟ طب ممكن يحصل ترسيب للكالسيوم مثلا مثلا. اقول لهم ان الب مالتي فيت فيه كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام، والجسم محتاج انتيك يومي البالغين 1000 ملي جرام، والحامل بتوصل ل 1200 ملي جرام. لا يوم في الامان مش هيترسب 70 فقط، ده انا بقول لهم كله مع خدوا معاه دعم الالبان الزبادي وات ايفر الحاجات اللي فيها كالسيوم، خشوا على جوجل شوفوا الكالسيوم موجود فيه، لانك انت محتاجه كالسيوم اكتر كمان. فانا ما عنديش مشكله اطلاقا ان اخلي الب مالتي فيت اتس ديلي روتين. ما وقفوش، اوقفوا ليه؟ تركيزاته عندي ما تخوفنيش ابدا. بلس ان فيتامين بي الكومبلكس كله دو قابل للذوبان في الماء، عشان كده بنقول يتاخد بعد الوجبه الرئيسيه او بعد الفطار لو فطار كويس على بعديها بساعه على كوبايه ميه كبيره، عشان الميه هي اللي هتدوب لي القرص بتاعه لان هو قابل للذوبان في الماء. طيب لا، الفيتامينز الثانيه فيتامين كي فيتامين دي ده قابل للذوبان في دهون، بيتاخد مثلا في وسط الاكل او بعد الاكل على طول، لكن الب مالتي فيت بعد الاكل بساعه. اوكي. و اتس ديلي روتين وفيري سيف، يعني استخدمه للاطفال عادي لا من عمر 13 سنه. حلو. طبعا أو اول ما بيقدر يبلعه طبعا اول ما بيقدر يبلعه يمشوا عليه عادي، بيتمرنوا بقى او ما بياكل تغذيتهم مش قوي او ايا كان، او حتى بياكلوا كويس برضو ندعم. طبعا انا بقول للامهات لا نركز مع اطفالنا في موضوع الاكل، لانك انت لما بتركزي معاه في موضوع الاكل لما يكبر ويبقى شاب او تبقى شابه في العشرينات في الثلاثينات، اللي انت عملتيه وهو طفل بيفضل معاه. ده الدكتور امبارح قال حاجه خطيره جدا. ايه بقى؟ قال لك الطفل ده لما بتديله فاست فود واكلات من بره، احنا بنخلي الدهون دي تتخزن لحد ما يوصل لمرحله بتاعه المراهقه، يروح ضارب الولد ويبقى عنده سمنه. وعشان كده بقول ده الام ليها عامل كبير قوي في صحه الابناء. فاحنا بنحاول، عشان كده لسه والله بقول لاصدقائنا نعمل حاجات حتى لو بسيطه، بس تبقى حاجات على الاقل في البيت. صح صح صح. مش مهم. انت عجبتك العجه اول ما دخلت؟ ريحتها كانت حلوه قوي عظيمه، بس ما عرفتش اكل عشان دكتور دينا قالت لي انا مش باكل قبل الهوا. خدي طيب اجيب لك حته، قلت لها ده احنا ما فضلش دقيقه. لا اصل انا مش بتاعت حته، انا يعني اقعد اركز. والله يا دندون انا سعيده بوجودك بجد، واسئلتك وكلامك يدخل القلب وبجد يعني مبسوطه جدا. خلينا نتكلم طبعا الرياضيين. الرياضيين بقى اللي قول لنا برده مناسب ليهم في ايه، واكيد برده بياخدوا حاجات مكمله، بس قول لنا هم لو مشوا عليه. الرياضيين بيحتاجوا، الرياضيين اللي عايزين يبنوا عضلات اكيد بياخدوا بروتينات، يعني بيكتروا البروتينات، بيض، لحوم، اي حاجه فيها بروتين. طيب محتاجين ايه من الفيتامينات؟ محتاجين من اهم الفيتامينات اللي محتاجينها اكيد مجموعه فيتامين ب الكامله. اوكي. ليه؟ لان داعم جدا للاعصاب. رياضيين لو اعصابهم خفيفه بتلاقي شويه تتهز ارتجاش، هو داعم للاعصاب. الرياضيين محتاجين فيتامين سي داعم للمناعه. حلو. فيتامين بي داعم للاعصاب ودعم للتمثيل الغذائي، فهيديهم نشاط. حلو قوي. فيتامين سي مناعه. أوكي. لو انا رايحه الجيم الحاجات عندي مش متعقمه وحطيت ايدي مناعتي ضعيفه وفي بكتيريا اي انفكشن، بلاش السوبر ماركت اي حاجه او وات ايفر. داعم للمناعه فيتامين سي وزنك كمان. كمان الزنك داعم للمناعه وبيريح لي العضلات. فالب مالتي فيت هيبقى رائع، ياخدوه بعد الغداء بساعه وقبل او قبل التمرين بساعه عشان هيحسوا بنشاط اكتر. طب معانا تليفون ناخد. أوكي. فاطمه معانا شويه، اتفضلي يا فندم. استاذه فاطمه اهلا بحضرتك.
ازي حضرتك؟ ازي اهلا حضرتك بيكي يا فندم، اتفضلي. اهلا بيكي يا استاذه فاطمه، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور. انا بس كنت عايزه استفسر عن حاجه. اتفضلي. انا الفتره دي شعري بيقع يعني بشكل رهيب قوي، مع اني بهتم بيه كويس قوي، بس هو بيقع يعني بشكل رهيب. يعني عندك كم سنه يا فاطمه؟ انا 27 سنه. 27، اوكي. ما بتاخديش فيتامينز خالص يا فاطمه؟ يعني لا. ما جربتيش تاخدي فيتامينز عشان لا شعرك؟ بصراحه اوكي لا خالص بصراحة. اوكي يعني كنت بحاول اعوض ده بالاكل، ما بتاكليش بس خضار، سلطات، حاجات مهمه مفيده؟ يعني مش دايما على اوكي. بصراحه، يعني على حسب، ساعات باكل وساعات لا. بس انا لقيت ان الفتره دي الموضوع بقى زايد قوي، ان هو اوكي بينزل بكميات كبيره. اوكي فاطمه بصي، انا عايزاكي تجربي من ساعه ما شفتيني دلوقتي هتطلبي قلب مالتي فيت. قلب مالتي فيت داعم جدا للشعر، لاحتوائه على كذا حاجه، لاحتوائه على البيوتين والزنك مهم قوي، وعظيمه حفظه الزنك مهم طبعا قوي 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 للشعر، وعايزاكي تطمني على نسبه الحديد اكيد، لان هتاخدي قلب مالتي فيت بس لازم عندي الحديد يبقى نسبته كويسه والهيموجلوبين. فانت هتعملي سي بي سي كومبليت بلاد بيكتشر، هتطمني من نسبه الحديد بلس ان قلب مالتي فيت، زنك، بيوتين، فيتامين سي اللي بيعزز لي امتصاص الحديد. هتلاقي وطبعا هتطمني على الغده الدرقيه اكيد بتاعتك، وانا متاكده ان شاء الله ان ميبقاش فيها حاجه ان شاء الله. هتجربي قلب مالتي فيت هتلاقي شعرك بطل يقع ما دام ما عندكيش مرض مزمن، ان شاء الله ما يبقاش عندها حاجه. طب ما تكلمينا على البيوتين بسرعه يا دنيا. البيوتين البيوتين رائع، بيوتين من احد عائله فيتامين بي، هو فيتامين بي 7. البيوتين مهم جدا لصحه الشعر جدا. البيوتين مهم للضوافر، البيوتين مهم لترطيب البشره. الله، احنا سمعنا البيوتين للشعر لان انت بتشوفي مكملات غذائيه كتير بالبيوتين لصحه الشعر، لكن صحيح. ناس كتير مش عارفه انه مهم للبشره، مهم للضوافر، ومهم لعمليه التمثيل الغذائي. هايل. طبعا البيوتين موجود في قلب مالتي فيت. فنسيت طبعا اسال اسم نسيت اسم البنوته، هي تكرر فاطمه. فاطمه أوه. فاطمه هتجيبي قلب مالتي فيت سواء من سلسله الصيدلات المعروفه، سواء او تقدري تطلبيه اسهل لو عايزه من عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بيوصل لحد باب البيت، هي اعتقد كان مكتوب انها في القاهره. اوكي. هتاخده بعد الفطار اوكي او بعد الغداء على كوبايه ميه كبيره، هتلاقي شعرها في تحسن، وهتلاقي نشاطها احسن، وهتلاقي مودها احسن. يمكن المود بيأثر على الشعر، خلوا بالكم يا بنات، المود بيأثر على الشعر. اه بيقع لما بيكون في حاله نفسيه مش حلوه. نفسيه مش حلوه، بس هو هيدعم نفسيتها على فكره. هيدعم وهيخلي احنا بنحتاج كده. اه احنا طبعًا. بنحتاج كده. انا بشكرك يا حبيبه دكتور بجد، شرفتيني ونورتيني، وبشكر قلبي. حضراتكم بجد على التواصل حضراتكم ومتابعتكم، واسفين اذا ما قدرناش ناخد كم كبير من المكالمات عشان نسمع للدكتور دينا يعني بعض النصايح اللي حضراتكم تقدروا تستفيدوا منها. نشكر دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، شرفتيني ونورتيني. تسلمي لي يا عظيمه. وشكرا لحضراتكم ولمتابعتكم، ميرسي ليكم، ومن هنا الحلقة جديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.